فترة ذي فترة وديع الجري بعد وديع الجري هي فترة صعبة وصعبة جدا. راو خوي العزيز باش نعطيك أنا سكوب، راو فما 192 موظف، هل يعقل في الجامعة تخلص 192 موظف؟ راي التوى ها باش نعطيكم سكوب واحد آخر، الجامعة التونسية لكرة القدم توا مرهونة في 800 مليون في الروج، هل يقولوا 60 مليار و 50 مليون فما شيء 800 مليون في الروج تو في البنك؟ ايش تقول لي انت؟ راهو فهمكم حاجه، راهي الكره راهو تسيرها صعيب. شوف 800 مليون عربي غير تقريبا المليار، يعني اليوم يحكيوا نحكيوا على بضخ ونحكيوا على تضخم مالي في الجامعه ونحكيوا على فلوس برشا ونحكيوا على كاسه كبيره في الفيدراسيون. 25 نوفمبر خرجت لهم انا وقتها كنت في مكان في بلاتو معين، قلت لهم راهي الجامعه فالسه وما فيها حتى فرنك، وراهم خلصوا البيرسونيل من الفلوس اللي كونترا اللي باعوهم في الفيدراسيون، ما فماش فلوس. فما جمعيات مازال زاده ما صبتش الفلوس العقوبات نتاعها وفلوس العقوبات. شكون مش عقوبات قد تعاقب فيا 500,000 سباك وعلت في 500,000 راهو 192 موظف فما في الجامعه في الرابطات، راهي 15 رابطه 15 رابطه 12 جهويه وسي ان وسي دو رابطه المحترفه 102 بالفيدراسيون، راهو فما راهو فما ناس في الجامعه تجي تجبد كرسي وتقعد وتروح لما نص نهار وتاخذ في مليون وزوز ملايين وزوز ملايين ونص، راهو فما حاجات غير معقول. راي الكوره توا اللي باش يدخل عليها راهو شانتي كبير، كان ماشي في بالو الكوره منتخب والترجي والكلوب والاتوال الصفاقس راهو غلط، راهي الكوره شانتي كبير يلزم شويه خبره والبناء القاعدي مش تفاد ليه، لازم برنامج كامل. وللاسف عربي والاكيد الحديث للناس الكل انه يعني ثلاثه قائمات ما ريتش حتى قائمه عطات اليوم برنامج مفصل وواضح في الفترة القادمة والفترة اللي مش تكون فيها على رأس الجامعة التونسية ما عندهمش. أنا والله يعجبني وديع الجري في 2012 عمل القائمة وعمل البرنامج وما كذبش على الناس، قالهم الكتيب اللي عملوا لا نعد بما نستطيع، هو بالحق لو عد ولا استطاع ولا عمل شيء والحاجة اللي كذبش على الناس. أنا تو حتى تو البارح نسمع في مرشح يقول انا في مدرب الفريق الوطني حاضر حاضر، ما انت السيد بطال يستنى فينا حتى شدوا الجامعه حتى نحطوه وحتى جا فارح لهم البارح تيفون تو هذايا ديكلاراسيون تقولها يا اخي، انت شديت الجامعه تقول الكلام هذا حاضر، شنو اللي حاضر فيه؟ يعني مشكله كره قدم تونسيه مدرب منتخب دي برا شوف الجمعيات برا شوف الجمعيات برا شوف العنف برا شوف التحكيم برا شوف الجمعيات جمعيات فالسه برشا راهو شانتي كبير، راهو اللي باش يشد في المكان الفتره اللي بعد وديع الجري راهو فتره حساسه، وكان يشدوها ويدخلوها بدون برنامج خذوها من عندي انا والله الا دوروا العامله ما تسمع مستقر واضح. عربي باش نرجع لك، خلينا نمشي نشوف راي منجي بحر، وانت قدمت قائمه لكن بعد ما وصلتش كما حكينا للاسف، اللي يحب يخدم ما ينجمش يخدم في البلاد هذه، شو اللي صار منجي بحر في الكواليس؟ في الضاي موضوع ما نحبش نحكي فيه لاني اللي عشته في المده الاخر هذه في الحمله الانتخابيه مش انتخابيه هي في الحمله نتاع تجميع التزكيات شفت حاجات معناتها تجربه جديده تقول عليها جيت البارح للكوره النتيجه اللي قال عليها توس العربي، ولكن فما شكون يحكم فيهم انتخابات هذوما رؤساء الرابطات وما أدراك ما رؤساء الرابطات، منهم واحد تكلمت في الوساعة كذا واحد وبينت له الأهداف متاعي وبينت له قلت له راني ونحبوا نشتركوا مع بعضنا باش نجموا ندخلوا خدمة صحيحة نظيفة نقولوا احنا وكان معايا وكان عمل لي خطاب معناتها حلو عجبني ما نكذبش عليك، هاو غدوة هاو بعد غدوة هاو غدوة هاو بعد غدوة جابني نهار الخميس قبل بنهارين من الواحد قال لي اي قال لي قبل قال لي راهو عندي 10 جمعيات تحتي انا تحت الإمارة متاعي اما نجم نجيب لك كان 7 برك يا قلت له صلى على النبي فضل من عند ربي، هاو يجيو 7 هاو يجيو 5 هاو يجيو 3 هاو جا 0 كلمته هز عليا اما كلمته بنمر اخر باش يهز عليك لاني كنت نتوقع اللي موش باش يهز عليا داير لو لوندومان طلبته بالنمر ما هزش عليا
قال لي ماك تعرف سي المنجي الجمعيات كلها توا راهم لمح لي بصفه غير مباشره اللي كونه لازم نمسهم معنا نقولوا بلغتنا. لازم فلوس. لا ما نمسهمش هما مباشره. نمسهم عن طريقه هو معناتها. هو المسيس. اسهل اسهل تقدر خير من الواحد. هو المكيس. خير من واحد يقعد ماشي من واحد لواحد. اي اسهل. صعمل له فيرمولي هو. هو يدبر راسه. خدمة نظيفة. حبيت كي كلمته من غدوة أنا مش باش نقول له كلمة بركة إن شاء الله يا ربي في جديد تتنحى أنت. قلت له باش نقول له هذه وإن شاء الله يسمعني باش نقولها له خاطر يعرف روحه شكون. نقول له إن شاء الله تتنحى لأنه الخراب أنت واحد منه مشارك فيه. الخراب اللي أنا داخل باش نحيه أنت راه واحد منه مشارك فيه. ولهذا يلزم نظرة جديدة. راهو عشان قال لك بكري راهو الجماعات اللوطة هما اللي يحكموا في تلعبش. هذه الأولى. الملاحظة الثانية اللي خذيتها في تجربتي هذه صغيرة. باش نقول شطر لا ما عنديش الريسونسمون. أما طحت على رؤساء جمعيات مخبيين في ديارهم عندهم أحكام. وماذا بهم السادة هذوما شكون يدفع لهم الخطايا نتاعهم ويدفع الواحد باش يخرجوا من ديارهم. وطلبوا علنا طلبوا فيهم شكون طلب علنا. يا ودي كيفاش معناتها راني انا الداخل باش نصلح باش نقطع مع سبيل الرشوه والحكايات. هاتوا في الاخر واحد معناتها قال والله هاتوا نشوف الحكايه ونصلح. تصرف هو بلغة اخرى سامحني سي المنجي وانت اكبر من هذا تلفك يعني بلغتنا تو تصلح. اي مشكل. اي هذا مشكل. انا نحب حكينا سي المنجي العباد تحكي لي انا توجه لهم العباد. لا لا ما توجهش لهم احكي للعباد اش قال لك السيد. ايش قلت؟ اي صحيت انا قلت له فهمت كيفاش. فما واحد قال لي مشيت عملت تليفون قال لي والله مازالك جيت من تونس. أيوة. مشيت الواحد ما نحبش نذكر اسمه وانا ننزهم الحكايه هذه. هو مطلوب في بالي قداش قلت لي العربي 300 ماني انا ملي جبت لي اسم قلت لك 300 مليون هذا نعرفها المسرحيه يعني مشى للسيد هذا قال عاونوا عليها الوحده هذه. هو يبروفوكي في انا معناتها هكا شوف راه والله العظيم على خاطر عندي قال لي عندي حكم بعامين حبس. هاي لا صار اموال خاصه اللي هو يعني مش للجمعيه. لا 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 لا, لا باسمه هو. لا هي زعما صرفهم على الجمعيه. اي هو زعما باش يخلصهم. وخلف هذا ودول راهو كان يتلموا الناس كل شويه توا نمنع ربي يخلصوا. مش باش نقول واش دخلك للجمعيه وليدي انت كيفاش عندك السهوله في التصحاح في الشيكات. لوي وليدي ما عندكش عائله في شرطك أولى بيهم هذوك اللي صححت البديل. المهم أنا نحب نقول لهم هذوما كلهم للأسف إذ مراجعة شكون يولي رئيس الجمعية باش نبدا واضحين. رانا قاعدين نقبلوا في الناس لا على حسب هذا حتى علاقة حتى رؤساء الرابطات لازم مراجعة عليهم شكون يشد رئيس رابطة خاطر مش يشد رئيس رابطة. هاو اللي ما قالوش عليه الجمعيات توا هذه أهداف تحب تنظف وتخلي في رؤساء الجمعيات اشترى اللي في الحبس واللي في داره هارب من الاحكام هارب.